أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوي بأن تضمن. هذا السائل يقول: تقوم بعض مدارس البنات الثانوية بالطلب من الطالبات في السنة الثالثة الثانوي بأن يقمن بخياطة زي خاص يسمى بعض يلبسنه في حفلة الأمهات بمناسبة قرب تخرجهن من الثانوي. وصفة هذا الزي أولا أنه على هيئة بعض مفتوحا من الأمام وطويل الأكمام، ثانيا يلبس فوق مريول المدرسة، ثالثا لا يوجد معه قبعات الرأس ولا يحضر عباءة التخرج الغربية ولا الكاب، رابعا تكلفته 100 ريال تقريبا. السؤال موجه من الطالبات لفضيلتكم: هل يجوز هذا اللباس وهل تجوز خياطته وارتداؤه في هذا الحفل وما هو توجيهكم؟ لا نرى أن هذا اللباس يتخذ ويسرع لأجل هذه المناسبة. هذه المناسبة لا تحتاج إلى لباس خاص. المطلوب أن الطالبة تستتر باللباس المحتشم، وأما أن يفرض عليها لباس خاص للحفل فهذا لا ينبغي، لأن هذه تقاليد فاسدة. إلزام الطالبات بزي خاص للحفل أو للتخرج هذا من التقاليد الفاسدة، وأيضا فيه تكليف للطالبة، تكليف بدني للخياطة أو تكليف مادي للنقود، ولا حاجة إلى هذا.